تفيد دراسة جديدة بأن للقمر ذيل، وفي كل شهر يلتف حول كوكبنا كالوشاح، ذيل نحيف وممشوق يتكون من ملايين ذرات الصوديوم يتبع قمر الأرض، ويمر كوكبنا على نحو منتظم من خلاله. تضرب النيازك ذرات الصوديوم فتخرج من سطح القمر وتسافر بعيدا في الفضاء السحيق. لعدة أيام في كل شهر يمكث القمر بين الشمس وكوكبنا، وهنا بالضبط تسحب جاذبية الأرض هذا الذيل من ذرات الصوديوم، يجذبه كوكبنا في شكل أشرطة تلتف حول غلافه الجوي. الذيل القمري غير مؤذ بتاتا، كما أنه غير مرئي بالعين المجردة، إذ يكون أضعف بخمسين مرة مما يمكن للعين البشرية أن تراه. لكن في أيام قليلة كل شهر تتمكن التلسكوبات المتطورة وعالية الجودة من رصد توهجه الباهت والمصفر في السماء، فيبدو الذيل كبقعة لامعة تفوق قطر القمر المكتمل بخمسة أضعاف. يدعي علماء الرياضيات أن الثقوب البيضاء قد تكون موجودة فعلا، من المؤسف أن العلماء لم يتأكدوا بعد من وجودها، حتى إن رأيت أحد الثقوب البيضاء فلن تتمكن من دخوله من الخارج، لكنك ستلاحظ خروج المادة والضوء منه. منكب الجوزاء عملاق أحمر في كوكبة الجبار، وقد خفت سطوعه في سنة 2019، وهذا ما حير العلماء. كان النجم حينها قد تضخم في الحجم إلى أبعاد هائلة، لو وضعناه محل الشمس لوصل سطحه الخارجي إلى مدار المشتري. خفت سطوع منكب الجوزاء أكثر فأكثر في خريف سنة 2019، واستمرت العملية حتى فبراير من سنة 2020، وحتى أن التغيرات بدت واضحة بالعين المجردة. لا عجب في ذلك، فسطوع النجم تراجع بمقدار الثلثين، وفي ذلك الوقت تيقن علماء الفلك بأن منكب الجوزاء سينفجر بشكل مستعر أعظم سوبرنوفا، فواصلوا مراقبته. لكن من المثير للدهشة أنه استرجع سطوعه المعتاد في أبريل. بفضل تلسكوب هابل الفضائي اكتشف العلماء أن النجم قد قذف بعض كتلته، الأمر الذي حجب ضوءه جزئيا. ستلتقي قريبا مجرتنا درب التبانة وجارتنا الأقرب مجرة أندروميدا، عند قولي قريبا أقصد بعد 4 مليارات سنة، وحينما تصطدمان ببعضهما ستتشكل مجرة هائلة وبيضاوية الشكل. قد يحتوي القمر على كميات من الماء أكبر مما ظن العلماء، وليس على جانبه المظلم فحسب، بل على المضيء أيضا. من المحتمل أننا سنستفيد من هذه المياه خلال المهمات المخطط لها في المستقبل القريب. الكواكب الخارجية في شكل غزل البنات هي كواكب تقع خارج نظامنا، وكما يدل اسمها فإنها تتمتع بأقل درجة كثافة اكتشفناها حتى الآن، أقل من كثافة غزل البنات، وهذا ما يمنحها منظرا خفيفا ومنفوشا. لكن رغم أنها تبدو كالحلوى التي نحبها ونشتهيها، إلا أن هذه الكواكب هائلة الحجم. لاحظت بعثة جونو شيئا غريبا في الطبقة العلوية للغلاف الجوي للمشتري. الظاهرة غير الاعتيادية عبارة عن عفاريت وأقزام زرقاء تحوم فوق الكوكب، لكن هذه المشاهدات تمثل نوعين من الومضات الضوئية الساطعة التي تظهر لفترات قصيرة من الزمن، لأجزاء من الثانية فقط، وتمتد إلى الأعلى والأسفل وناحية سطح الكوكب. على سطح الأرض تظهر مثل هذه الومضات الضوئية على ارتفاع 96 كيلومترا فوق الغيوم الرعدية العملاقة. في كوننا لا توجد كواكب قزمة فحسب، هناك مجرات قزمة أيضا. تحتوي المجرة القزمة على 1000 إلى بضعة مليارات من النجوم، وللمقارنة تضم مجرة درب التبانة من 250 إلى 400 مليار نجم. تهب عاصفة بحجم كوكبنا بلا انقطاع على سطح زحل، وتسمى البقعة البيضاء العظيمة. للعاصفة ذيل من الغيوم البيضاء وتحيط بكامل الكوكب. تهب العاصفة كل 30 سنة أو نحو ذلك، حينما يميل النصف الشمالي لزحل ناحية الشمس. كانت العاصفة في بدايتها مجرد بقعة صغيرة، ومن ثم تمددت في الطول لأنها في الأساس نظام هائل وعملاق من الغيوم الرعدية. لكن اللغز الأكبر الذي يحير العلماء هو مصدر طاقة هذه العاصفة. يعتقد بعضهم أنها مدعومة من الشمس، بينما عرض البقية هذه النظرية. يقول الفريق الآخر أن التفسير الوحيد للنمط في سحب العاصفة هو وجود مصدر حرارة داخلي يمكنه توليد طاقة تحرك الرياح.
لا تدور الكواكب المارقة حول نجومها، وهذا لأنها لا تتبع لنجوم من الأساس. هذه الأجرام الفضائية تسافر حرة طليقة عبر الكون، ويمكن أن ينتهي بها الأمر في أي مكان، كما أنه يصعب العثور عليها إذ لا تنتج الكواكب المارقة الضوء ولا تنبعث منها الحرارة، مما يعني أن رؤيتها بالأشعة دون الحمراء غير ممكنة. لكن العلماء رصدوا مؤخرا أصغر كوكب مارق في مجرة درب التبانة، إنه أصغر من الأرض وأكبر قليلا من المريخ. يبدو أن حجم القمر يتقلص مع الوقت، صار قمرنا أصغر اليوم بحوالي 45 مترا مما كان عليه قبل مئات ملايين السنين. قد يكمن السبب وراء هذه الظاهرة في عملية تبريد الأجزاء الداخلية للقمر، وهذا قد يفسر أيضا الارتجاجات التي تهز سطح قمر كوكبنا. وجد علماء الفلك مؤخرا أن للمريخ نشاط زلزالي، تقع الزلازل المريخية على الكوكب الأحمر على نحو منتظم. يكتشف العلماء أشياء غريبة في الفضاء، تبدو العديد منها كبقع ضبابية، لكن بعض هذه البقع لا تشبه أي جسم فضائي معروف لنا. الدوائر الراديوية الغريبة لا يمكن رصدها سوى بالتلسكوبات الراديوية، وليست بقايا لمستعر أعظم أو تأثيرات بصرية عجيبة. تمادى بعض علماء الفلك في تحليلهم، وقالوا أنها قد تكون امتدادات لثقوب دودية، وتلك أنفاق افتراضية بين الثقوب السوداء. الرشقات الراديوية السريعة هي انفجارات شديدة السطوع لموجات راديوية تتمتع بقدر من الطاقة يعادل ما تنتجه الشمس في أيام، لكنها لا تدوم سوى أجزاء من الثانية. تأتي معظم هذه الرشقات الراديوية السريعة من مكان بعيد، أبعد ما يكون عن مجرة درب التبانة. لكن علماء الفلك رصدوا مؤخرا أن بعضها يأتي من مجرتنا الأم، ومصدرها نجم مغناطيسي يبعد عن كوكبنا 300 ألف سنة ضوئية. تتخذ جميع السوائل التي تطفو في الفضاء الخارجي في هيئة كرة، وتقع هذه الظاهرة في المدار السفلي للأرض أيضا. منذ زمن ليس بالبعيد اكتشف العلماء أن أحد أكبر النجوم القريبة قد اختفى. كان نجما يبعد عن كوكبنا 75 مليون سنة ضوئية. في العادة لا يتمكن علماء الفلك من رؤية نجوم منفردة بهذا البعد ما لم تكن عملاقة بحق، والنجم الذي نتحدث عنه كان هائلا وأشد سطوعا من الشمس بحوالي مليوني ونصف مرة. رأى علماء الفلك النجم لآخر مرة في سنة 2011، فقرروا دراسته عن كثب بعد عدة سنوات، لكن كان قد فات الأوان. لقد تلاشى النجم دون ترك أي أثر. عادة ما تنفجر مثل هذه النجوم في شكل مستعر أعظم، لكن لم يرصد علماء الفلك أي برهان على حدوث ذلك. تفيد نظرية بأن النجم قد انهار وتحول إلى ثقب أسود دون الانفجار في شكل مستعر أعظم. يحدث ذلك فعلا للنجوم التي تقترب من نهاية أجلها، لكن هذه الظاهرة شديدة الندرة. بعد مليارات السنين يرجح أن يتمدد الكون لدرجة أننا لن نتمكن من رؤية أي نجوم في السماء. تصدر جميع الكواكب في النظام الشمسي موجات راديوية قوية، خصوصا تلك القادمة من كوكب المشتري، إذ لديه أكبر وأعظم حقل مغناطيسي. في المقابل لم يتمكن علماء الفلك من رصد أي موجات راديوية من كواكب خارج نظامنا الشمسي. ظل هذا صحيحا حتى سنة 2020، عندما رصدوا إشارة تأتي من العملاق الغازي تاو العواء الذي يبعد عن كوكبنا 51 سنة ضوئية. وبفضل هذه الإشارة تمكن العلماء من جمع بعض المعلومات عن الحقل المغناطيسي للكوكب، وفي المستقبل سيساعدنا ذلك في تعلم المزيد عن الغلاف الجوي للكوكب. الكوكب القزم هاوميا يبعد عن الأرض أكثر من نبتون، ويدور حول حزام كايبر الذي يحيط كالدونت بالشمس، ويتشكل من صخور وأجسام جليدية. يملك هاوميا قمرين، ويدوم اليوم الكامل على سطح هذا القزم لأربعة أيام أرضية. بشكل عام هذا الجرم الفضائي غريب فعلا، فهو محاط بحلقات رقيقة يرجح أنها ظهرت كنتيجة لاصطدام قديم. من المحتمل أن يتحول نجم في مجرة GSN-069 إلى كوكب بحجم المشتري بعد تريليونات السنين. قد يحدث ذلك بسبب المواجهات المتواترة بين النجم وثقب أسود. أولاً، لاحظ علماء الفلك رشقات من الأشعة السينية غير الاعتيادية شديدة السطوع تنطلق كل 9 ساعات. وبعد دراسة هذه الظاهرة لبعض الوقت، أدركوا أنه نجم يتحرك في مدار خاص حول ثقب أسود. وماذا كانت الومضة الساطعة؟ إنها مادة النجم التي يلتهمها الثقب الأسود،
تبين أنه على مر ملايين السنين حول الثقب الأسود العملاق الأحمر إلى قزم أبيض، وهذه العملية لن تتوقف إطلاقاً. وجد علماء الفلك بعض الآثار للفوسفين في الغلاف الجوي للزهرة. غالباً ما نجد هذا الغاز عديم اللون وسريع الاشتعال على كوكبنا في أماكن عيش الميكروبات، ولا عجب أن النظرية الجديدة تقترح أن الاكتشاف يدل على وجود حياة على سطح الزهرة. لكن حتى إن كانت هناك حياة على سطح نجم المساء فلن تظهر إلا في غلافه الجوي، لن يقدر أي كائن حي على العيش في الظروف القاسية لكوكب الزهرة، فالسطح شديد الجفاف ولا توجد أي مياه سائلة في الكوكب. أضف أن الضغط أكبر منه على سطح الأرض بنحو 90 مرة، وترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 480 درجة مئوية. هذا ساخن بما يكفي لإذابة بعض المعادن.